حقيقة تشهد ولاية المسيلة بعض أو كما نقولوا احنا بعض الحالات للمرضى تاع المينانجيت هذه لالتهاب السهايا اللي تم إجراء عمليات جراحية مختلفة على مستوى مصحة الحمديين. احنا كمديرية الصحة على طريق الهاتف مباشرة تم تنقل وأطباء مختصين في الوقاية راحوا سير بلاس الفما وين داروا لنا الرابور. الرابور يقول باللي فيه باللي لو برومي كا كي ايتي ديتيكتي سي سويت اون سيزاريان دارت اون فام لو 24 3 جور ابري لو 27 بانوا عليها بعض الاعراض. هذم الاعراض هذم احنا مالوريزمون اون بايتي قال كونتاكتي ما جاناش التقرير الاداري تاع المصحه هذا جاناش مؤخرا. ما يخفاكش باللي المصحه هذه ما عندهاش لو كيما نقولوا ان سيرفيس دانفيكسيو دونك اون ايتي اوبليجي البارح درنا اجتماع تاع واحد 20 ولا 30 صدير مختص مع الطاقم الاداري والطبي تاع المصحه مصلحه مصلحه تاعنا الوقايه رئيس المصلحه وين اتفقنا على وشي اتخذنا هزينا قرار استعجالي هو غلق او تجميد جميع النشاطات الطبيه والجراحيه على مستوى المصحه هذه ما عدا الا الامراض اللي سو ديزون لي مالاد دو دياليز. خلينا لو سيرفيس دو دياليز يكملوا المالاد تاعهم وخلينا لاكتيفيتي تاع الفوق برك سيتادير لا بريزون شارج تاع لي مالاد اللي هم ديجا اوسبيتاليزي.